السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. نهاركم مبروك وصباحكم مبروك، ونتمنى أننا أن تكون العودة ديالنا إن شاء الله مبروكة عليكم. رجعنا إن شاء الله باش غادي نعطيكم لا ديرنيير مينوت افيك أه أو دو شوفو، يكونوا معها إن شاء الله أكومبانيون. نتمنى أن ما يخدلوناش اليوم ويجيو منهم على الاقل جوج، وعلاش الليله ساعفهم الحظ يجيو ثلاثه بوركوا با. بون اخواني اخواتي لي لايك، الله يجازيكم بخير لي لايك، وشجعوا القناه ودعموها. وكنشكر كاع الناس اللي زابوني معايا في القناه، والناس اللي كتشوف القناه ديال فتح حسن وكتدعمها وتشجعها، سواء اخواني المغاربه او بداخل أرض الوطن الحبيب، أو إخواني المغاربة بالمهجر، كما أنني جو رميرسي جو ساليتو لي باريور دي موند كي أسيست أ نو فيديو إي كي فوار إي كي فوار نو نوتر شين فتي حسان. جولي ريميرسي بور لور انكوراجمون للقناة ديالنا، سوا لي زوروبيان سوا نو فرير لي زافريكا. دونك مي زامي، غادي ندوزو ان شاء الله لا ديرنيير مينيت ديالنا اللي غادا تكون اليوم، هي لو نيميرو 6، الرقم 6 ان شاء الله غادي يكون هو لا ديرنيير مينيت ديالنا. pour le cheval accompagnant inshallah غادي يكون هو لو نيميرو اه الرقم 1. وبالنسبه لان شوفال كومبليمون اونتر بارونتيز غادي يكون هو الرقم 7، غيكون هو الرقم 7. جو ريبيت لا ديرنيير مينوت ديالنا ان شاء الله غادا تكون هي لو نيميرو 6 الرقم 6. بالنسبه لو شوفال اكومبانيون ان شاء الله نتمنوا يكون في لاريفي هو الرقم 1 لو نيميرو اه، بور ان كومبليمون غادي يكون هو الرقم 7 لو نيميرو 7. بور ان رونسينيومون يعني الافاده، ردوا البال راه اليوم يقدر يكون عندنا ان سويفي في لاريفي، غيقدر يكون عندنا ان سويفي في لاريفي اللي غادي يكون، يقدر يكون من الفوق، يقدر يكون من الوسط، يقدر يكون من التحت، على اي مهم كاين ان سويفي، ما نقدرش نقول لكم بالضبط منين الله اعلم، مي غادي يكون عندنا ان سويفي بوركوا با، ما يكونوا جوج سويفيات، علاش لا، واحد من الفوق وواحد من التحت، علاش لا، من الوسط، مهم غادي يكون، مهم غادي يكون لاريفي غيكون فيها سويفي. الي بون شونس خوتي ودعواتكم كالعاده، والله يوفق والله يجيبها سمينه، ونتمنى لكم الربح والتيسير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.